السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الإمارات عاملة موقع حلو قوي خاص بالذكاء الاصطناعي، فيه تطبيقات كتيرة جدا عملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وازاي ان احنا نستخدمه في الشغل، وان احنا ندور على عمل، وان احنا يساعدنا في الأبحاث، وان احنا نجرب الذكاء الاصطناعي. ده مقرر مبرمجين كودر بيعمل كل شوية مبادرات في خطة على أساس يطلع ملايين المبرمجين من الوطن العربي. ده مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وفي مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي، في منح دراسية، في حاجات خاصة بالجامعات المحلية والجامعات العالمية، ويوم في الذكاء الاصطناعي، تخصصات الذكاء الاصطناعي والمنح الدراسية. ودي المنشورات والكتب اللي هم عاملينها، حاجة جميلة جدا يعني، حاجة مشرفة يعني. فهسيب لكم الموقع أسفل الفيديو، أتمنى يعجبكم بإذن الله، والدليل ده كويس هسيبه لكم برضو أسفل الفيديو.